اني جيت. السلام عليكم خاوتي وخواتاتي، واش راكم؟ ايميريك لو رجعت لكم بفيديو جديد، فكره جديده. اليوم يا اساطير راح نلعب لعبه البيتزا مره ثانيه، وراح نحاول انه ندخل اكبر عدد ممكن من المال، وبنفس الوقت نفتح اكبر عدد ممكن من الوصفات. طبعا يا اساطير قبل بدايه المقطع لا تنسوا انكم تحطوا لايك واشتركوا بالقناه، هذا اهم شيء. خليكم مع المقطع، ليتس جو. ليتس جو شباب، اليوم راح نلعب في اليوم الرابع من البيتزا. ليتس جو. مرحب، ما في داعي نشوف الاخبار. ما بدنا نشوف ولا شيء. ليس لدي اي مال، لكن ساعطيك هديه خاصه مقابل بيتزا على حسابك. اوكي، بس شو البيتزا؟ واش اسوي لك في البيتزا؟ ليتس جو. اسوي لها كل شيء ممكن في البيتزا، بما انه من ليس لديها مال يا صديقي، لازم انه نساعد الناس اللي ما عندها مال يا صديقي. ليتس جو، راح نسوي بيتزا الان بالصلصه، وراح نسوي لها كمان الجبن، وراح نسوي لك ببروني كمان. اسوي لها ببروني ولا هذا الشيء اي دونت نو، بس الشباب يلا نسوي لها ببروني. بس ليش ما قاعده تطلع لي الاشياء اللي اسويها دائما اللي هي المساعدات؟ اسوي لها بيتزا ببروني بس، يا رب انه تعجبها، يا رب انه تعجبها، لانه ليس لديها مال يا شباب، لهيك لازم انه نراعي ظروفها. ليتس جو، الحين سوينا البيتزا وراح احطها هيك. ما في مساعدات شباب، ما في مساعدات. راح اسوي هيك قص. لسه ما خلصت. راح اسوي هيك قص، راح اسوي هيك قص. شوفوا جهه ما فيها ببروني، والله المساعدات تلعب دور، والله صرت شخص فاشل بالبيتزا. اوكي ابلعي. اشكو كثيرا هذه لاجلك، والله اعطتني فلوس. لم اسقيه اليوم، كيف تفعل ذلك؟ اوه اعطتني ورده اتوقع. اعطتني هذه الورده، راح اسقيها، راح تنور المحل. اوكي والله لا تنسى ان تفعل ذلك كل يوم، سوف اراك في وقت لاحق. شكرا، خلاص راح اسقيها كل يوم، لا تخافي ابدا. هل من الممكن ان لا يكون الجبن على نصف بيتزتي بالبابروني؟ هل من الممكن ان لا يكون الجبن على نصف بيتزتي بالبابروني؟ يا شباب الخدعه وينها؟ هل من الممكن ان لا يكون الجبن على نصف بيتزتي، يعني نصف جبن بس بالبابروني، يعني بيتزا كليتها بابروني بس نصف جبن. ليتس جو. راح نسوي هيك، راح ناخذ نسوي هذا الشيء. شباب ليش ما قاعده تطلع لي المساعدات؟ اي دونت نو، كانت تطلع لي من قبل بس الحين ما قاعده تطلع. راح نسوي نصف جبن بس، ونسوي الببروني. ببروني ببروني ببروني، اتوقع خلاص انتهى وقت المساعدات وحان وقت الجد انك تلعب لي وحدك. ليتس جو، الحين سوينا كل الببرونيات اتوقع. شباب البيتزا تبعي سيئه بدون مساعده، لكن اتس اوكي، المهم انه تاكلها. اوكي راح ناخذ هذا الشيء، ما في ولا شيء هون. ليتس جو. اهم شيء شباب انه البيتزا يتم هضمها، اصلا كل شيء راح يختلط في المعده. اول شيء راح نسوي هيك قطعه وهيك قطعه عشان يكون نصفها بس تبع جبن. نسوي لها هيك، يلا خذي البيتزا، يا رب انه تعجبها بس ابلع. شكرا على البيتزا. اوه جيجي عجبتها يا شباب، اهم شيء. يلا ليتس جو. ارغب في عمل نصف بابروني ونصف سجق، لكن على كل ذلك بدون جبن، قطعها لنصفين فقط من فضلك. والله مهمة صعبة تبعها، لكن اتس اوكي. راح نحط بيتزا، راح نحط الصلصة بشكل سريع. صلصة 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 صلصة، قالت لك بدون جبن. بدون جبن نصف بابروني نصف سجق، صح؟ نصف ببروني نصف سجق. يلا الببروني، راح نحط ببروني هيك، واحد اثنان ثلاثة أربعة، واحدة هيك واحدة هيك، أتوقع خلص. أوكي السجق نفس الشيء، واحد اثنان ثلاثة أربعة. أوكي لأنه هي بدايةها نصف بنصف، أنا قاعد أسويها بهذه الطريقة. أوكي أدري أنه الطريقة غريبة بالنسبة لكم، لكن هذا شيء أسطوري، لأنه راح أقطعها من جهة واحدة، لأنه هي تطلبها نصف. قطعها لنصفين بس بدون جبن. ليتس جو، يلا راح نقطعها لنصفين، ومبروك عليك البيتزا الاسطوريه. والله بيتزا غريبه لكن اكيد راح تعجبها. هذه البيتزا تبدو جيده، شكرا. ليتس جو، الحين حصلنا على عدد كبير من المال، وجاتنا فتاه محجبه. اريد بيتزا بالجبن مع النصف بدون صلصه. اريد بيتزا بالجبن مع النصف، مع النصف بدون صلصه. اوكي يعني النصف راح يكون بدون صلصه. ضعها في الفرن مرتين. اوكي 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 اوكي، اسوي لك بيتزا، بيتزا بدون جبن، بيتزا بالجبن مع النصف بدون صلصه. النصف راح يكون بدون صلصه، لهيك راح نسوي لك هيك، وبالجبن كلياتها جبن بس بدون صلصه.
اوكي يلا ليتس جو. ما في ببروني ولا اي شيء، اوكي ما في ببروني، راح نضعها في الفرن مرتين. انتهى معنا اليوم يا شباب. اتوقع ان اليوم ما بعنا كثير لانه في كثير طلبات غريبه. راح نحطها في الفرن مرتين، اوه والله فيني انا احطها مرتين عشان تتحمص بشكل حلو. اوكي اتوقع راح يتغير شكلها يا شباب، اتوقع اوه والله تغير شكلها صارت اسطوريه. والله احس انه لو احطها مرتين بالفرن راح تجي شهيه اكثر. اوكي بس ما طلبت منك كيف راح نقطعها، لا هيك راح اقطعها بمعرفتي. ولا قطعتها بشكل اسطوري، اول مره اقطع بيتزا اسطوريه. لزقة ابلعي، هذا ما تمنيته طيله حياتي، البيتزا رائعه. شكرا ايتها المحجبه. اوكي انتهى معنا اليوم. كم طلعنا فلوس؟ اي دونت نو، يا رب انا طلعنا اكثر من 20 دولار بس، هذا اهم شيء. او 23 دولار، شي شي حلو 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 23. بالرغم من انه في وحده ما سدت سعر البيتزا. اوكي العب واحد اكثر من الايام حتى نفتح قفل الفطر. ليتس جو، يلا نفتح قفل الفطر. ما بدي اخبار، يلا بدنا نلعب. اوكي اوه جدنا الببروني رائع، لكن السجق افضل. يعني تحب السجق ما تحب الببروني يا اخي، لازم تكون ذكي، لازم تكون ذكي. الببروني رائع لكن السجق افضل، الببروني رائع لكن السجق افضل. اللعبه فيها شباب، فيها مثل ما نقولوا احنا فيها خدع، لازم انك تعرف شو هي طلبات الزبائن، لكن السجق افضل. يعني هي تحب السجق. اوكي 1 2 5 6 7 8، لا تقولوا لي لي الصحراوي قاعد تحط هيك، لانه احس انه هي هي الطريقه الصحيحه. اوكي ما ادري بس احس احنا بنقطع البيتزا لثلاث اغراض. لا 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 لا، مو طريقه صحيحه، المره الجايه راح احط اوزع بطريقه صحيحه. اوكي انها بيتزا معاقه لسكا، وانطلقي ايتها البيتزا المعاقه. 1 2 و 3 اتوقع، ايوه 3 هيك. والله بيتزا معاقه، شوفوا في جزء صغير جزء كبير، بس اهم شيء انه تعجبها، يا رب تعجبها. واو شكرا، وما سقيت زرعه ايد الامانه. يبدو وكانه يوم لبيتزا اللحوم، لا لحوم رغم ذلك. وين اللغز؟ يبدو وكانه يوم لبيتزا اللحوم، لا لحوم. اوكي رغم ذلك لا لحوم فاخره، لا يريد لحوم فاخره. بيتزا ببروني قاعد يفرجيني الطريقة. بيتزا ببروني وسجق، فيها ببروني وسجق على كلا الجانبين، ليست نصف ببروني ونصف سجق. اوه يعني قاعد يعلمني بس. اوكي شوف الطريقة الصحيحة، 1 2 3 4، 1 1 1 3. اوكي 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 عرفت الطريقة الصحيحة تبع الوضع. ليتس جو، راح نحط الان بدون مساعدة خلاص، لاني صرت خبير بيتزا. اوكي صرت خبير بيتزا. هيك هذا الشخص قال لك ما بده لحم على كل، يبدو وكأنه يوم لبيتزا الفاخرة، لك لحم فاخرة رغم ذلك، لا يريد لحم فاخرة، لهيك ما راح نحط له لحوم فاخرة. ما راح نحط له لا ببروني ولا لحوم، راح اسوي له هيك بيتزا عادية بس. يا رب اني القطع، انا ماهر بالقطع بس من ناحيه يا رب انه تعجب، وهذا اهم شيء، لاني ما ادري شو هو الطلب تبعه، ما اعطاني طلب مباشر. راح احط اصلا في جزء ما فيه الجبن، لكن ايه كان القص. ليتس جو، راح نعطي له بيتزا، يا رب انه تعجبه، يا رب انه تعجبه مشان ما نفشل. ببروني غير كافي، ليش الببروني ما يعتبر من اللحم؟ الخطأ أسويه، أود بيتزا بإضافات غير مرئية مثلي تماما. أوه شخص مو مرئي، غير مرئية، أود بيتزا بإضافات غير مرئية تماما. جواب، عرفت الطلب تبعه، عرفت الطلب تبعه. أنا أسطورة، أنا أسطورة من الآخر. أوكي أنا أسطورة، راح نحط الصلصة. أوكي بعدين راح نحط ببروني 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 ببروني. هذه هي الطريقة الصحيحة أتوقع. اوكي والله هي الطريقه الصحيحه، خلاص عرفتها. سوي 4 هيك مختلف، بعدين 1 1. ليتس جو، راح نحط كمان السجق، راح احط السجق كمان. شوفوا الوقت يا شباب، الوقت اهم شيء. قاعد احط السجق فوق الببروني لانه هو طلب مني كل الطلبات، وبعدين راح احط كنت بدي احط الجبن مشان ما تبان معه الاضافات. ما فيني اني احط صلصه فوق، لا كنت مفكر انه اذا حطيت الجبن فوق المكونات ما تصير تبين معنا، فهمتني كيف؟ لكن للاسف قاعده تبين معنا. خلص اليوم، والله هذا اليوم فاشل فاشل بمعنى الكلمه. اوكي خلص اليوم، خلص اليوم يا شباب، راح اقص هيك واقص هيك واقص. يلا يلا ما سويتها بشكل صحيح، لكن اوكي كانت قريبه جدا من الوضع. اوه غضب، انها جيده لكنها
فقدوا السحر. المهم انه انك راح تجرب يا هذا برجاء يمكن على المزيد اي شيء سيكون جيد. يلا ليتس جو بنعطيك اي شيء ما في داعي. المهم انك جيت في المكان في الوقت اللي احنا نغلق فيه المحل اوكي مشان ما تضيع منا الوقت مشان ناخذ فلوس. راح نسوي له بيتزا فيها كل شيء بمعنى الكلمه لانه انسان فقير. راح نحط له هيك وهيك وهيك ليتس جو. قاعد اسوي بيتزا عشوائيه لكن شباب اتس اوكي المهم انه بيتزا. راح احط لك كمان السجق خليه يتمتع لانه ما في وقت. يعني الشخص هذا المسكين هو اكثر الشخص الصبورين في هذه اللعبه. شوفوا ما طالع لي انه يعني منزعج من الوقت ولا شيء لهيك راح نحط له كل شيء عادي. الله يعوضنا يا اخي ويرجعون الفلوس. اتوقع اليوم ما راح ندخل اكثر من $5 اتوقع اوكي او على الاقل $10 راح ندخل مو اكثر. يلا ليتس جو عادي يا شباب هذه هي التجارة يوم لك ويوم عليك. المهم انك تكون تشتغل وما تتوقف على العمل ابدا. ليتس جو راح نعطيه البيتزا. شكرا لك. عفوا 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 ارجع في اي وقت يا اسطورة. خلص معنا اليوم بس انا متأكد انه ما جبنا فلوس كثير. خيل نجيب فلوس كثير ناقص 6. والله يا شباب اليوم اجينا بالناقص. راح نشتري الفطر لانه اكيد في ناس راح يطلبوا منا الفطر. ليتس جو راح نشوف ايش راح نسوي هذا كل شيء. يا اخي انقلع انقلع احنا احسن منك اصلا. راح اسقي الزرعه لانه اليوم بدايه والزرعه صارت فيها وردات والله شيء اسطاري. مشروم سجق ببروني جبنه ذعم من فضلك على البيتزا. ما كتب صلصه ما راح احط له صلصه. يلا ليتس جو راح احط له كل شيء ما عدا الصلصه. كل شيء ما عدا الصلصه هو المفروض انه لازم انه تكون فيها الصلصه لكن اتس اوكي راح نحطها بدون صلصه. خليك بده كل شيء يا حبيبي. اوكي 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 راح اسوي بيتزا هيك سريعه شباب. قاعد اسوي بيتزا سريعه بمعنى الكلمه. يلا يلا ببروني 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 حطيته. راح احط السجق الان. سجق 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 راح احط الفطر. شوفوا الوقت له حبه سجق اجت بعيده لكن اتس اوكي شباب راح نعطي له حبه سجق زياده. المهم انه شوفوا المقادير قاعده تنقص. الفطر سعره غالي ما احط فطر كثير. يلا 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 شويه فطر بس يكفيك يا اخي. لا خلاص اصلا المفروض انك تحط سعر اكبر. ما حطيت صلصه لانه ما كتب صلصه لكن اذا غضب من الصلصه خلاص راح نعرف انه كلمه بيتزا دائما فيها الصلصه. ليتس جو راح اعطي له اياها بدون صلصه ويا رب انه تعجبه يا رب. هذا البخل لا يوجد اي صلصه. لا خسرت. ليتس جو هو طفل صغير ما ادري. اريد نصف مشروم ونصف فطر بجبن. نصف مشروم ونصف فطر. يو خدعة. المشروم هو الفطر يعني كليتها فطر. اوكي والله شفتوا الخدع يا شباب على البيتزا. اتوقع كتب بدون جبن. اتوقع بدون جبن. ايب بدون جبن. راح احط له اياها كليتها بالمشروم. اوكي قاعدين نخسر العملاء يا شباب. قاعد يسوي اخطاء ونخسر العديد من العملاء. يلا اسوي له اياها كليتها بالفطر لانه قال لي نصف مشروم ونصف فطر وكليتكم تعرفوا انه المشروم هو نفسه الفطر. ليتس جو يلا تعالي اجت البيتزا الحين الجميله. ليتس جو يلا حطها هيك راح نقصها هيك هيك واتوقع انه راح تعجبوه غصبا عنه. اذا ما عجبته خلاص المشكل فيهم مو في بيبروني غير كافي. وطلب بيبروني. حياتي في حالة من الفوضى الآن وليس لدي مكان لإطعام نفسي. نعم. شكرا لك شكرا لك. كمان بيتزا مجانية. يلا نسوي بيتزا مجانية. والله الخسائر شباب راح توصلنا. أسوأ يوم بيتزا سويته في اللعبة. أسوأ الأيام تبع البيتزا سويتهم الآن في اللعبة. شباب عادي حتى لو خسرنا راح نحط نعمل الخير. إنه الخير هو أهم شيء. يلا 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 ما في داعي ان نسوي اضافات ثانيه مشان نسوي طلب قبل ما ينتهي اليوم. شوفوا شباب اليوم راح ينتهي بسرعه. لازم اني اسوي طلب اخر على الاقل نعوض شويه الخسائر. يلا يلا لانه هذا الشخص راح ياخذها بالمجان وانا كمان ما راح اخذ منه فلوس لانه لديه مشاكل في حياته. يلا ابلع لا تقول لي ما راح تعجبه. شكرا لك شكرا لك. عفوا عادي ما بدنا فلوس اهم شيء اني اخذ طلب. جي جي احتاج بيتزا احتاج بيتزا بالببروني الجبن الجبن والسجق واخرى بيتزا بالببروني الجبن والسجق. يعني اثنين بيتزا شباب اثنين بيتزا. يلا ليتس جو بالجبن والسجق بالجبن والسجق
الجبن والسجق. اوكي الجبن والسجق لازم نحط له الجبن والسجق. لا اوكي اوكي يلا 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 يا صحراوي ركز 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 يا رب انه تعجبه. بس شباب طلب 2 بيتزا اتوقع، لهيك لازم انه نسوي له 2 بيتزا. يلا راح نحط بيتزا اخرى مشان يصيروا جاهزين كلياتهم مع بعض بالجبن والسجق. شباب طلب منا الجبن والسجق بس، لهيك لازم انه نركز. صارت جاهزه البيتزا الاولى، الجبن والسجق. يلا اوكي 4 4 و3 هون 1 1 3 هون 1 1 ليتس جو. بيتزا بالجبن والسجق فقط، شوفوا الجبن والسجق، واخرى بيتزا بالببروني. احتاج بيتزا بالببروني. انا اعمى يا شباب، انا اعمى. يلا راح نحط البيتزات 2 فوق بعض ونقصهم اتوقع، او راح نقصهم كلياتهم. يلا هيك راح نحط هي كمان. يلا والله يا شباب نسيت الببروني، يا رب يا رب. هذا اسوأ يوم سويته بالبيتزا من الاخر. يلا لزقه اكبر. هذا البخ لا يوجد اي ببروني تقريبا، لا يوجد ابدا، مو تقريبا. هاي انا لاي حد. اوكي هذه مشهوره يا شباب. حلو حلو، حسنا اعطني بيتزا بالببروني ب 16 شريحه. او شيت بيتزا بالببروني ب 16 شريحه. اتس اوكي يلا يلا يلا، بيتزا بالببروني ب 16 شريحه. ما قاعد اركز مع الطلبيات يا شباب، لهيك قاعد اخطا. بيتزا بالببروني ب 16 شريحه، لازم بيتزا كلمه بيتزا معناها الجبن. بيتزا بالببروني ب 16 واحد. هي راح تسوي لنا دعايه، راح تسوي لنا اعلان وتجيب لنا الاف المتابعين، لهيك لازم انه نسوي، لازم نقطعها الى 16 شريحه. شباب انا معتاد اني اقطع لي 6 شرائح، يعني لهيك لازم اني اقطعها بشكل كبير كثير. اوكي راح اول شيء راح نقطعها هيك وهيك وهيك وهيك، صارت عندنا 8 شرائح، هي تطلب 16 شريحة، هيك راح اسويها هيك وهيك واقطعهم كلياتهم الى 2، صارت الان 16 شريحة، ليتس جو. 16 شريحة بيتزا، يا رب انه تعجبها. واخيرا شكرا على البيتزا. اوكي سوينا صورة، قال لك شباب سوي مشاركة، ما بدنا نسوي مشاركة، خدها. عظيم شكرا حسنا. جتنا 20 دولار في النهاية، الحمد لله الحمد لله. والله هذا اليوم فاضح جدا، فاضح فاضح كثير. اوه جبنا 11 دولار، والله شيء اسطوري، جبنا 11 دولار شيء اسطوري، بالرغم من انه هذا اسوأ يوم بيتزا سويته في اللعبه من الاخر. المهم يا اساطير الى هون قد وصلنا الى نهايه المقطع، اتمنى المقطع يكون نال اعجابكم. اذا تحبوا ان نسوي اجزاء اخرى من البيتزا، لانه مثل ما شفتوا في اليوم السابع صار كل شيء صعب بمعنى الكلمه. طبعا يا اساطير لا تنسوا انكم تحطوا لايك واشتركوا بالقناه اهم شيء. نشوفكم بالمقطع القادم، اني رحت. We'll be right back.